لي دبلاج. السلام ورحمة الله. السلام عليكم. كيف الحال يا حاج؟ السلام عليكم. لا وقته هذا هو اللي بيذكروا الناس. كيفك يا ابو العابد؟ حياك الله. كيف صحتك؟ بدي تكون مبسوط. الله يبارك فيك. احكي يا ابو شادي. اللهم اجعل اجرنا قربناه وما تلوناه هديه ناصره اليه ونورا يتلالا بين يديه. اللهم انزل عليهم الضياء والنور والبركه والسرور واجعلهم من سعدائك سعداء اهل القبور يا رب العالمين. اللهم اجعل الفقيد من عتقاء شهر رمضان واغفر لها ذنوبها وتقبل طاعاتها واسكنها فسيح جناتك يا رب العالمين. صل اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل يا كريم. بارك الله فيك. السلام عليكم. كيف حال شباب؟ زين زين حالك. قاعدين في العتمة بينش بي. السلام. السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله.
الله عدم الله أجركم شكرا الله عظيم حياكم الله عليه رحمة الله عليها ألهمكم الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون يلا السلام عليكم كيفك ناصر كيف حالك شكرا الله ساكم العمر السلام عليكم. العتمي شو اسوي؟ لا حول ولا قوه عليك يا هلا يا هلا سلامات كيف حالك؟ شو اخبارك؟ شو العتمي؟ يلا السلام عليكم. السلام